طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا. في خضم هذه الأحداث العظيمة التي تعيشها الأمة اليوم، أحداث مفصلية جدا، الجميع يسأل، صغارا كبارا، آباء أمهات مربين معلمين طلاب، الجميع يسأل كيف أخدم دين الله، كيف أقدم لهذه الأمة، كيف أكون من جند التحرير الذي يحرر الله عز وجل به المسجد الأقصى والمقدسات. هذا السؤال المشروع الجميع يبحث عن إجابته، ولا شك أن الجواب نجده في تفاصيل كثيرة جدا، ولا شك أننا لن نقدم كل شيء ولن نستطيع أن نغطي جميع الثغور، لكن نستطيع أن نسد جزءا من هذه الثغور الكثيرة والعظيمة. جاء فكرة مخيم هويتي حتى يعرف كل واحد منا ما الواجب فعله. إن أردت أن تعرف تاريخ النصر، وإن أردت أن تعرف كيف تكون من جند التحرير، وإن أردت أن تعرف أحكاما رئيسية يحتاجها أهل التحرير، إن أردت أن تتعرف على نفسيتك كإنسان يريد أن يكون من جند التحرير، فعليك بمخيم هويتي. مخيم بسيط، مدة بسيطة وجيزة، نستطيع أن نتعلم فيها الكثير. دائما الأهداف العظيمة تبدأ بخطوات يسيرة. هذه خطوة أولى، هذه الخطوة تظهر فيها صدقك أنك تريد فعلا أن تقدم شيئا، لا مجرد كلام، لا مجرد شعارات، وإنما فعلا تريد أن تقدم شيئا لهذه الأمة. شارك في هذا المخيم، احرص على أن تكون ممن يحضره، ممن يتابع، ممن يقرأ، ممن يلخص، ممن يشارك في الامتحانات، حتى تنال جائزة الدنيا، والجوائز كثيرة في هذا المخيم، وحتى تنال كذلك الجائزة الكبرى عند الله سبحانه وتعالى. عسى أن يصطفينا الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء أن تكون من جند التحرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.